مباشرة ناخدو معنا لاله خديجة من الدار البيضاء. مرحبا بك لاله. الو السلام عليكم، جمعة مباركة. الله يسعد بركة علينا وعليك لاله، باش ما تمنيش صدح لي. اهلا وسهلا استاذ، بغيت نسولك على انا فاتحة الغدة الدرقية محايدة الجهة اليسرية. نعم اها. كان عندك شي ولاسس؟ كانوا عندك شي ولاسس؟ لا ايه كانت نفخات لي شوية ودرت العملية. شحال باش درتي العملية دابا؟ درتها في 2012 وبقيت كناخد داك الفانيد اللي نعم مشيت عند واحد المختص ندوز، حكيت ليه القضية، قال لي ما خصكش تاخذ، أنا ما كنحملش داك الفانيد، قال لي غنعطيك غير طحالي بالبحر. وديك الساعة قطعت ما عطاني هذا الفيكيش. واخا شوف، واخا شوف، من غير هاد لي زالك، انا سؤالي قبل ما يعني لا طحالب البحر ولا لان طحالب البحر يعتمدون على اليود، ولا لا طحالب البحر ولا هذا. انا سؤالي التاسعش، واش عندك نورمال؟ عندي نورمال. قال لي ما خدام عندك شي باش تسول واش هذا القناه ولا واخا. نجاوبك ان شاء الله. لا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا، عطاك الرقم ديالك الله يخليك. مرحبا بكل فرح، تفضل. مرحبا. شوف انا غنعطي معلومه بعجاله باش كنبقاو في الموضوع ديال اليوم. الغده الدرقيه عنده علاقه بالموضوع ديال اليوم. شنو واقع لكم في الغده الدرقيه؟ نلخص لكم الامر يعني باش في انتظار اننا نعودوا. احنا في الجدول الدوري عندنا في الخانه 17، في الخانه 17 كيتسموا لي زالوجين بالصفر. كاين البروم، كاين الكلور، كاين الفلور، وكاين اليود. الغده الدرقيه راه ما كتخدمش غير باليود. نعم كتخدم باليود، لكن ما كتخدمش غير باليود. الفيلم كيتصور بالمخرج، لكن ماشي غير المخرج، فيه الممثلين، فيه التقنيين، فيه اللي غيدير المونتاج، فيه وبالتالي خصنا نفرقوا بين واحد الحاجه كتدخل في التركيبه وواحد الحاجات اللي كيدخلوا في التركيبه، لكن هذه الحاجه ماشي بوحدها. حنا مين هضرنا على فقر الدم؟ الحديد. نعم الحديد راه لام، حيت التركيبه ديال لي موغلوبين هو الحديد، لكن ماشي غير الحديد بوحدو، البي 12، البي 9، السيلينيوم، الزنك، النحاس، هكا عاوتاني العظم. نعم الكالسيوم كيدخل، لكن ماشي كالسيوم بوحدو. الا ما عندكش معدن البورن، ما عندكش المرونه، هاد العقليه في التفكير وهاد الامور في التفكير خصنا نبداو نفكروا فيها. خا فاليود نعم، ملي كتمشي انت دير الهرمونات تي 4 وتي 3، نعم هذيك 4 و3، داك 4 كيتحول 3 ديزيوداز، كل اللي كيحولها السيلينيوم فين على مستوى الكبد، طالع الكوليسترول، الكورتيزول ما غيتحولوش، عندك ستريس ما غيتحولوش، اونيفو بيريفيريك ما غيتحولوش، اللي غيصاوب لك الدواء ما غيعطيكش تي 3 غيعطيك تي 4، لان تي 3 اكتيف، تي 4 هي لو ستوكاج، وبالتالي عندك قلق، عندك راه حتى الدواء ما يتحولش الا عندك ستريس. شنو اللي واقع عند الناس؟ الناس مشاو كيحكوا سنانهم بالدونتيفريز فيه الفليور، الناس خداو الكلور بزاف، الناس عندهم البروم في الحوايج، عندهم البروم في المنظفات. ديك تي 4 و تي 3 هذيك 4 الجسم كيعرفها 4 لان عندو نفس العائله ديال لي زالوجين، بلاصه ما كيكون اليود كيكون الفليور، وهذا الهرمون ما غيخدمش. بالنسبه للحاله ديال السيده والناس اللي عندهم لي نودول، جيد انك ما حيتيش الغده كامله، لان اللي كيوقع مشكل لي نودول، سواء واحد نودول اللي هو فخوة ولا نودول اللي هو شو حيت كيفرز هرمونات فخوة اللي ما فيه والو، يكون يا عندك يا في اللوب دغوا، يا في اللوب غوش، يا في ليزم هي القنطرة اللي كتفرق بيناتهم. وبالتالي انت حيدتي سيدتي الكريمة، حيدتي واحد اللوب، واخا حيدتيه خاصك تشوفي التي اس اتش. إلا عندك التي اس اتش نورمال، أي واحد فوق الكون مختص في الغدة الدرقية، ما خصو يعطيك حتى حاجة. علاش؟ لان التي اس اتش هي الغده، هي افراز الغده لا غلوند بيتويتر، الغده النخاميه اللي كتحكم فيها التي ار اتش، اللي هي المهاد لا غلوند ولا اللي كيتسمى ليبوتالاموس، كيعطي التي ار اتش تيرويد ريليزين هرمون، اللي كيعطيك التي اس اتش تيرويد ستيميلين هرمون، اللي كيعطيك التي 3 والتي 4. التي اس اتش عندك مزيانه، سو كيف التي اس اتش شنو هي؟ هي ملي كنعيط انا على شي واحد كنقول له مثلا وا محمد، كيقول لي نعم، هذيك العيطه
هي الغده النخاميه كتهضر مع الغده الدرقيه يعطيني هرمونات. مي كتكون الغده الدرقيه ما كتفرزاش كتعيط ما كيسمعكش كتزيد تغوت ما كيسمعكش كتزيد تغوت اكثر. مي كتطلع لنا التي اس اش عاد كنعرفوا باللي راه الغده النخاميه كتغوت على الغده الدرقيه انها تفرز وهي ما فرزات حتى شي حاجه. مي التي اس اش عندك نورمال شكل في الغده النخاميه مي كتعيط الغده الدرقيه كتقول انا معاك هنا علاش غناخذ انا شي حاجه. ميم هاد لي زالك ميم هاد لي زالك علاش كناخذهم على ود اليود. اليود راه 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 را ولا اليود راه كيف عنده اعتبارات. ما انا بالنسبه لي سيدتي الكريمه عبشي عند مختص جديد ديري تي اس اش عندك نورمال الهضره اللي قال لك المختص هادي اي لا ريزون عنده الصح. عندك تي اس اش نورمال الاجراءات الوقائيه هذه بالنسبه لنا قاعده اللي اي واحد في الكون غيقولها لك اللي كيعرف الصحه البشريه. تي اس اش نورمال الوقايه فقط. مرحبا مرحبا. ناخذ معنا مكالمه اخرى من مدينه الدار البيضاء. لاله امل مرحبا بك. لاله امل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا استاذ حليم على هذه المعلومات اللي كتعطيها. مرحبا مرحبا الحسنات ديالك. شكرا لاله. مرحبا تفضلي. انا عفاك كان عندي داك المشكل ديال كتجيني العاده الشهريه كتجيني مجهده. شحال السن ديالك؟ لا نعم شحال السن ديالك؟ 45. اها تفضل. كنت كتجيني على شكل ديكايو يعني. اييه وي وي وي. المهم بقيت كنبحث كنبحث قالوا لي عندك دي فيبروم. جاني في بلاصه خايبه داك الشيء اللي كيسبب لي ديك النزيف بحال هكاك. نعم. ديغيغمون ديت اوبيراسيون هذه 10 ايام عاد درتها حيدت لي فيبروم. نعم. اللي حيدتهم كانت العملية كانت وقع لي بحال بحال ايموراجي انترن. عاودوا لي عملية في نفس الوقت غير وقع لي واحد المشكل واحد لاشيت كبير ديال الهيموغلوبين. سي نورمال لأن شنو هو النزيف؟ النزيف هو فقدان الدم. دابا الحالة ديالك كي دايرة؟ دابا انا عاد خرجت من الكلينيك. اها عندي وقع لي لاشيت من 13 ل 5 يمكن في نهار واحد. واخا الهيموغلوبين واخا واخا شوف تبعي معي. نعم واخا انا نجاوبك انا نجاوبك. تفضل. انا كنسمعك. نعم انا نجاوبك. شوف المشاكل هذه اختي سكينه انا عرفت السيده شنو عندها بالضبط. شوف اهم حاجه خصك تكوني عارفها هو انك في واحد المرحله اللي هي بوست اوبيراتوار. المرحله ديال البوست اوبيراتوار والكونفاليسونس والنقاهه ضروري يكون عندنا متابعه مع ستاف ميديكال اللي دار لك العمليه هذه الاولى. ثاني حاجه التغذيه ديالك تهتمي بها والصحه ديالك تهتمي بها على اساس اننا ان شاء الله الحلقه المقبله سوف نتحدث عن مشاكل الانثى والهرمونات الانثويه. لكن الحاجه اللي نركز عليها انايا بالنسبه للحاله ديالك هو ليجين دو في هو يعني التغذيه ديالك. علاش؟ لان غدوزي الكونفاليسونس مزيانه يوم ميم طون هاد لي فيبروم ما غيرجعوش. راه غنهضروا على لي فيبروم نهضروا عليهم لي كيجيو نهضروا على لوندوميتريوز نهضروا على لي زوفير بوليكيستيك واخا ديجا هضرنا عليهم. فهادشي كامل غنلخصو لكم في مشكل ديال الهرمون ديال الانثى هاد المشاكل كلها اللي كتعاني منها الانثى. فكانوا عندك دي فيبروم. انا قبل ما ديري العمليه تقول لي انا كان عندي نزيف وهادي عند اي مختص يقول لك راه عندك دي فيبروم غيشك في لي فيبروم خاصك تمشي دوزي باش تشوفي هاد لي فيبروم. مي دابا انتيا حاولتي انك ديري عمليه راكي في فتره النقاهه وفتره النقاهه من بعد نديرو حلقه خاصه عليها شنو ممكن نديرو في فتره النقاهه كيف ما كانت العمليه شنو ممكن ندير. كاين امور اللي خصني نديرها انا في فتره النقاهه واللي ذكي راه كيدير هاد الشيء هذا واخا ما عندوش النقاهه. علاش؟ لان فتره النقاهه لا كونفاليسونس هي فتره اللي الجسم يتفرغ لنفسه وفتره النقاهه راه ماشي ما كنديروهاش فقط غير مي كنخرجوا من شي عمليه كنديروها في تغير الفصول خاصها ديرها المراه خلال الدوره الشهريه ديالها خاصنا نديروها الا دزنا من واحد الشوك اللي هو صعيب خاصنا ماشي فتره النقاهه لا تقتصر فقط على انني خرجت من العمليه وخصني نمشي نرتاح هذه فقط علاقه بالموضوع ديال اختي السكينه بسؤال واحد الامر اساس واللي نسيت ما تطرقتلوش هو المضافات الغذائيه الاسبارتام المونوسوديوم جلوتامات سوربيتول سيكلامات هذوما كاملين
يقللون من التستوستيرون عند الرجل ويرفعون من تأكسد التستوستيرون عند الرجل ويمنعون تحول التستوستيرون الى ذاك الفورم اكتيف ديالو اللي هضرنا عليها سميتها دي اش تي. هذه فقط نقطه كان ضروري اننا نشير لها باش يعرفوا الناس فين غاديين في هذا الشيء ديال المحفزات الملونات المضافات الغذائيه المواد المصنعه، ونزيد هذه على هذه وندير هذه ونصوب الكيكه وندير قناه ونعطي الناس ونقول لهم محضره في المنزل ونقول لهم صحيه ولا والله اختي سكينه كنسمع بعض الامور انايا كتقال في بعض القنوات زعما الله يهدينا ويهديهم على انها صحيه ومحضره في المنزل، والله لا تساهمون صناعة المرض. أنا قلتها وغنبقى نقولها، والله لا تساهمون في صناعة المرض. كفانا من أن الإنسان داز واحد المرحلة اللي هي صعيبة اللي سميتها كورونا، خليوا الإنسان يفكر الصحة ديالو وخرج بواحد الحماس أنه الصحة ديالو هي أهم حاجة. فتهلاو في الصحة ديالكم، الرجال أنتم رجال والنساء أنتم نساء بالهرمونات، وخصنا نحافظوا على هذا التنوع البيولوجي ونحافظوا على قوة الرجل. راه القوة ديالك في التستوستيرون، والتستوستيرون عنده علاقة بالأكل، جودة النوم، واش عندك ضغط، ضغوطات الحياة، غدة درقية، الحركة، صحة القلب. هذه أشياء اللي هي أشياء أساسية باش نحافظوا عليك أنت كإنسان، سواء كنت ذكر أو لا كنت أنثى. في انتظار إن شاء الله أننا نهضروا على الأنثى كذلك ونعطيوها الحق ديالها فيما يخص الهرمون الأنثوي، لأن كاين شيء الكثير ما يقال في هذا الاتجاه. هذا أنا هدرت على ما هو علمي بحدود، لكن كان بإمكاننا نهضروا على بعض الأمور اللي تحاك في التغذية ديالنا باش ما نخوفوش الناس ما نهضروش عليها. ما اللي غنقول أن الناس يردوا البال لما هو مصنع. كاين بعض الأمور كيميائية اللي كاينه في بعض المواد الغذائيه ما عندها حتى معنى وما عندهاش اساس علمي، الا معنى واحد هو الخدمه ديال العديد من الامور. قلت انا سيباراتي هادشي راه كنعرفوه دابا، هادشي اللي كاين دابا وهاد الامور اللي كاينه دابا. فانا كنقول الناس وليداتنا، داكشي اللي كياكلوا وليداتنا، داكشي اللي كتاكلوا نتوما، حاولوا يكون واحد الانتقاء. ومن الذكاء، من الذكاء انك في 2023 تعرف شنو تاكل. مرحبا. ناخذ معنا مكالمه اخيره لفوزيه من تنغير. تفضلي. لاله مرحبا. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ست احليمي والاخت سكينه كلشي بخير. الله يطول عمرك يا بارك الله فيك. الله يجزيك بخير استاذ. بغيت نسولك، عندي واحد المشكل انايا البشره ديالي ناشفه بزاف، الجسم ديالي ناشف بزاف. انا من فوقاش من الصغر ديالك؟ من الصغر ديالك؟ من الصغر ولا يلاه مؤخرا؟ تقريبا ناشفه من الصغر، ولكن مؤخرا بزاف، يعني غدا في اللاج وكنشف. عندي 30 سنة واللي شافني غيعطيني أكثر من السن اللي عندي. واخا كنشرب الماء واخا كندهن وعندي المشكلة. البشرة أختي الكريمة، شوف الله يعطيك الخير، راه البشرة راه ما كنقولوش كنشرب الماء، علاش؟ البشرة عندها علاقة غير بالماء، وتا الماء ماشي بشكل مباشر، المعادن اللي كاينين في الماء. تبعتي الحلقات اللي هضرنا على البشرة في برنامج الصحة والسلامة؟ لا لا صراحة ما تبعتش. واخا كي دايرة التغذية ديالك على العموم؟ صراحة يعني مكناش كناكل هادشي معلب، ويعني كاع الحاجة المصنعة بعدنا عليها. واخا كديري خميرة بلدية؟ كنديروها، ولكن مؤخرا يعني كنقول لك واش بعض المرات داك الخبز الاخر تناكلو، واش ماشي مشكل بعدا في هاد القضية هادي؟ مثلا فاش ما كيشدش لينا هذا ديال الخميرة البلدية في الصباح تناكلو غير لا انا يعني. شوف انا بالنسبة لي اختي الكريمة، الخبز اللي كنعرف انا هو الخبز بالخميرة البلدية. واخا انا نجاوبك ان شاء الله، انا نجاوبك. مرحبا. جزاك الله خير، شكرا. مرحبا. هو شوف كنا هضرنا على سلسلة حلقات على هذه البشرة الجافة، وراني البشرة ديالي يعني هاد. شوف داكشي اللي كديرو في نهارك في كل دقيقة وفي كل ثانية كيتحكم لك في كل مناحي الحياة. هضرنا على البشرة وقلنا بلي هي طبقة مطلة ديرميك كتكون ليبيديرم لو ديرم وليبوديرم، وهضرنا على الخلايا لي غلوند اللي كيعطيونا الخلايا اللي كيعطيونا لي غلوند اللي كيعطيونا الجانب الدهني، وعلى مستوى الشعر، على مستوى البشره، على مستوى الامور كامله. وقلنا بلي انت ما تاكل، نوعيه الدهون اللي غتكون فوق لابو ديالك هي نوعيه الدهون اللي انت كتاكلها. بالنسبه لك اختي الكريمه، الجذور الحره اللي كتجي من المحلي واللي كتجي من اشياء بعيده على التغذيه هي اللي تمنع لا وتؤكسد الدهون اللي كاينه على مستوى الجلد، واللي كتخلي لك البشره تكون بشره اللي هي جافه، زائد استعمال بعض المواد التنظيفيه اللي كتنشف. لان انت ملي كتاخذ صابون
مي كدير صابون راك كتزول، ماشي كنقول ما ديروش الصابون، ولكن كنا هضرنا على ان حتى نوعيه الصابون اللي غنستعملوا راه فيها حكمه كبيره بزاف. فهادشي كامل اختي الكريمه ممكن انك ترجع للحلقه ديال البشره، ماشي حلقه، درنا سلسله حلقات هضرنا على البنيه البشره، وهضرنا على البشره الناشفه، وهضرنا على البشره الجافه، وهضرنا على البشره الدهنيه، وهضرنا على هادشي كامل هذا. نعم حنا كناخذوا بعين الاعتبار ان ناس يلا كيلتحقوا بنا في برنامج الصحه والسلامه، مرحبا بهم، ما عندناش مشكل حنا نعاودوا هادشي هذا يعني مئات المرات. شنو الهدف ديالنا حنا؟ الهدف ديالنا هو المستمع يفهم ويتحمس ويطبق ويفرح، هذا هو الهدف ديالنا حنا. نحمسوا الناس، نعطيهم اشياء يحاولوا يجربوها، ومن يجربوها يفرحوا بها. هذا هو هذه الفرحه ديالنا، وهذا لوبجيكتيف ديال هذا البرنامج هذا، هذا برفع الوعي. واخا فاختي الكريمه نتمنى انك ترجعي لهذه الحلقات لان فيها معلومات كثيره في هذا الاتجاه هذايا، وان شاء الله تبعي لنا الحلقه المقبله اللي غنهضروا على الانوثه وهرمون الانوثه وكيفاش نحافظوا على الأنثى اللي هي صانعة الحياة واللي هي البيولوجيا واللي هي ضابطة إيقاع هذا الكون هذايا، لأن هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت، والأنثى مكرمة يعني عبر العصور، فاحنا خصنا نكرموها باش بتغذية مكرمة، تغذية اللي نحترموا فيها فيزيولوجية الأنثى باش هكا تكون عندنا، لأن الأنثى هي الأسرة والأسرة هي ضابط إيقاع المجتمع. إلا بغيتي ترفع الوعي رفعوا في الأسرة، إذا بغيتي تثقف تثقف الأسرة، وبعد الناس إذا بغيوا يفسدوا كيفسدوا الأسرة، حيث إذا فسدت الأسرة تفسد المجتمع، والأسرة هي الخلية. إحنا الخلية الجسم ديالنا تجمع أجهزة، والجهاز تجمع أعضاء، والعضو الأما ديال لي سيلول يعني تجمع خلايا. إذا الخلية هي الأسرة، الأسرة مي كنوعيوها كيولي العضو تجمع اللي هو الأسرة الصغيرة الأسرة النووية، ومن بعد كنوليو في الجسم إنسان الكرة الأرضية كاملة. فهكا علاش حنا كنحاولوا نفيزيو هذيك الأسرة من أجل المعلومات اللي تكون معلومات مفيدة للأسرة. ويا ما كنفرحوا مي كتفرح الأسرة بعودة صحة الأم، ومي كتفرح الأسرة بعودة صحة الأب، ومي كتفرح الأسرة بعودة صحة الأطفال، ومي كتفرح الأسرة بعودة صحة الأم والأب والأطفال. هذه هي السعادة ديالنا احنا، بالنسبة لنا هذه هي السعادة يعني الكبرى، هي أن الأسرة تكون في صحة جيدة. ونتمنى نتمنى الصحة للجميع، كما كنقول دائما لا يحرم شي حبيب من الصحة ديالو. مرحبا، اللهم أمين. شكرا جزيلا لك أستاذ، وأكيد له موعد مجدد بإذن الله الأسبوع المقبل. مشكور جزيل الشكر. كان معنا الأستاذ محمد أحليمي أخصائي التغذية.